بمجرد أن نقول دول العالم الإسلامي، فالإسلام يجمع كل هذه الدول، ومن المفترض أن يكون أرضية مشتركة ينطلق من خلالها زعماء العالم الإسلامي لتشكيل وحدة حقيقية. ولكن اليوم هل هناك مشتركات يمكن أن تجمع كل هذه الدول حقيقة لتكون وحدة فعالة ومؤثرة لربما معالجة الأزمات والمشكلات التي تضرب الأمة الإسلامية؟ الإسلام يحقق الواقع الأبعاد التاريخية، الأبعاد الأخلاقية، الأبعاد القيمية التي يمكن البناء عليها من أجل تأسيس كيان. نحن نعلم مثلا عندما يريد الاتحاد الأوروبي أن يدعم العلاقات فيما بين، يقول نحن نقوم على منظومة قيم مشتركة. حلف شمال الأطلسي يدعي نفس الادعاء نفسه، فلا شك أن القيام من خلال منظومة القيم والأخلاق والعقيدة التي يكونها الإسلام والتاريخ المشترك والتجارب التاريخية العديدة التي كانت دائما تقول بأن الوحدة المشتركة يمكن أن تؤدي إلى نجاحات كبيرة على كل مستوى، الواقع هذا كله يقدمه الإسلام. إنما الشيء الذي نحتاج إليه هي المخططات العملية التي تفهم العالم والعصر والوسائل المتوفرة في العالم والعصر وتستطيع أن تستخدمها. يعني نحن لدينا الواقع كثير من الإمكانات. دعنا ننظر فقط إلى مثلا دولتين أضعف من سواهما داخل مثلا أفغانستان أو دولة السودان. نجد في السودان إمكانات كبرى لأن يكون سلة الغذاء كما كانت تسمى على المستوى العربي، وكانت هناك مشاريع في هذا الاتجاه، ولكن لم تنجح بسبب الأنانيات المحلية، بسبب الرغبة في البقاء على كرسي السلطة، لا أقول كرسي السيادة أو كرسي القيادة، إنما هو مجرد السلطة. الرغبة في السلطة هي التي تمنع نجاح المشاريع في العملية على الأرض. الأرضية التي عليها، ولكن تنبني على هذه الأرضية النجاحات من خلال وضع المخططات العملية واستيعاب بأن القيادة ليست مجرد اسم. يعني أن نقول والله السعودية فقط هي قيادتها العالم الإسلامي، أو نقول مصر هي قيادتها العالم العربي أو الأفريقي أو الإسلامي، لا يكفي. لابد الواقع من أن تقديم قدرات حقيقية على الأرض من خلال الصناعة، من خلال الزراعة، من خلال التجارة، من خلال العلاقات الدولية، من خلال التأثير الفعلي المساعد على تحقيق خطوات الوحدة الجماعية. آنذاك يمكن أن تكون هناك القيادة نشأة طبيعية لهذا الأمر. وما لم نفرق ما بين القيادة والسلطة لن نستطيع الواقع أن نحرز تقدما لا على هذا الصعيد ولا على ذاك. نحن نعلم أن الدول التي ادعت القيادة أو رغبت في أن تكون القيادة لها فشلت، لأنها كانت الواقع تفكر بالسلطة، على القيادة السلطوية إذا صح التعبير، وليس القيادة الحقيقية على المستوى العمل الفعلي والإنجاز الحقيقي.